وينك وين مختفية؟ هلكت وانا عم دق لك. لشو مسكرة خطك؟ قليلي شبكي. لشو؟ لشو مسكرتي؟ ماشي. بتعرفي انت شو صار معي؟ صار لي 10 ايام بدلهي ورحت عبيتك شي 1000 مرة وحضرتك ما حدا بيعرف وينك. اتصلت فيك وبعت لك شي 1000 رسالة بس حضرتك ولا كأنك هون. شوفي ما كنت لاقي مكان لحتى اقعد فيه. استأجرت غرفة وضعها كتير سيء وما عم اعرف شو ساوي بحالي. طيب خلاص. المهم هلا كنت مفلسة واضطريت اشتغل. بتعرفي قديش الراتب تبعي؟ 9000 روبية. تخيلي واضطريت اشتغل كل الراتب 9000 روبية. شو بيعملوا لي هون برايك؟ انت عم تفهمي شو صاير فيني؟ انا رح جن ايمي. خلص اهدي. ولسه انت بتعرفي وين نمت امبارح؟ بالسجن. شو هاد؟ ايه مو بس هيك، قبضوا علي مع بنات بلا مبادئ، فكروني كنت معهم. معقوله؟ وتاني يوم مديري المنافق طلب مني اترك شغلي لاني بنظره كنت عم اغلط مثل هدوليك البنات. شو هالحكي؟ عن جد ما عم صدق. انا ما عم اتحمل. ايمي تعبت وانا عم بدور على رفيقتي الوحيده. وينك انت؟ اهدي. كنت رح اجن على شوي ما عاد اهدي. بس كنت مسافره. هلا وقت سفراتي. انا بورجيكي بدي اقتلك يا مزعجه. عن جد ما عم صدق. عم تضحكي؟ لحظة، أنت جنيتي ليش عم تضحكي هيك؟ عن جد أنا آسفة. لكي إيمي أنا مخنوقة كتير. عن جد أنت شايفة حكي بيضحك؟ مانك خجلانة تضحكي على رفيقتك الوحيدة؟ لو كنت عرفانة شو كان مخبيني المستقبل يمكن ما كنت فرحت كل هالقد.